هذا داحس، عبارة عن خراج بيصير من التهاب وسببه بكتيريا. لو سمحتوا نطفوا إصبع الأنسينيل وبعدين ضمدوه خلوها تروح. رح يروح الوجع خلال 72 ساعة وحتى ممكن أقل من هيك، وبعدها بتقدري إنه تعزفي على الكمان بكل راحتك. عن جد فيني أعزف؟ أوه، انبسطت كتير بهالخبر، لأنه عندي امتحان نهائي ولازم أدرس. فيك تروحي. شكراً كتير. لحظة شباب، هاي ما رح نعتبرها حالي، ما هيك؟ تمام. نعم سيد تانجو. كيف الجيم؟ بتعرفي أنا حاسس إنك عم تخططي لشي، مظبوط ولا أنا غلطان؟ لا، إحساسك بمحله حبيبي. شو عم يصير؟ خبريني. كيف الجيم بوي صار؟ لا تقلق تانجو، رح تسمع الأخبار الحلوة عن قريب. أنا مضطرة أسكر هلأ، تمام؟ بشوفك. تصوير مو هيك؟ إيه، يعني على الأغلب أنا رح صير أم. تفضلي، لكن أنا رح أخذك. طيب ماشي، تفضلي. نيل موجودة بغرفتها هلأ، الرقم 3002. تمام قولي. 3002؟ هي أكتر غرفة أنا بحبها، عن جد هالغرفة حلوة كتير، يعني واسعة كتير ومريحة، وأنا ألي ذكريات حلوة هنيك. تعرفت على أشخاص بياخدوا العقل فيها. شوفي، أنا كتير بحبها. يا غرفة 3002. عن جد أنا كتير محظوظ لأني رايح على هاي الغرفة، أنا بتفائل بهالرقم 3002. أنا رايح على الغرفة رقم 3002. تمام. بالمناسبة الأنسة نيل جاهزة، أنا خدرت الأصبع. شكرا جونيش. يا ريت لو حدا منكم يخدرني كمان. شو؟ يعني كنت رح نام. كتير حلو، ما هيك؟ مو هيك يا رفيقتي؟ علي، معلش تجي دقيقتين؟ لو سمحت، تعال معي. علي، على الأغلب أنا شوشت رأسك، ما هيك؟ عن جد أنا بعتذر كتير منك، بس أنت لا تهتم فيني، يعني تصرف مثل ما بدك، تمام؟ خلي كل واحد منا يتصرف على راحته. لا، أنا وعدتك اتصرف كأني رفيقك ورح كون هيك. بس ليك لا، لازم نروح، نيل عم تستنى، يلا بسرعة. علي، يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.